قطع إمدادات حفتر وافتكاك تمركزات ومدن استراتيجية وإنهاء قصف السكان بطرابلس، هذا ما تواصل العمل عليه قوات حكومة الوفاق الوطني في جميع محاور القتال منذ إطلاقها عملية عاصفة السلام. ففي محور الخلاطات، تمكنت قوات عملية بركان الغضب من السيطرة على مواقع جديدة بالمحور باتجاه معسكر حمزة، وفق ما صرح به القائد الميداني بمحور صلاح الدين محمد المشاي الذي أكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات حفتر. المشاي وخلال حديثه لليبيا الأحرار عن آخر التطورات أشار إلى أن قوات الوفاق تتعامل بين الحين والآخر مع ميليشيات حفتر بالمدفعية، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد تقدمات في بعض المحاور دون أن يسميها. أما محور عين زارة فقد أفاد آميره يوسف لامين لليبيا الأحرار بأنه يشهد مناوشات خفيفة بين الحين والآخر مع استمرار ميليشيات حفتر في استهداف الأحياء المدنية في المنطقة بقذائف الهاون بشكل عشوائي، موضحا أن القصف العشوائي تسبب في أضرار مادية بمنازل المواطنين. وفيما يخص مدينة ترهون المعقل الرئيس للميليشيات المعتدية، قال آمر عمليات الدعم بقوة مكافحة الإرهاب العقيد عبد الباسط تيكا إن قوات الوفاق تواصل محاصرة ترهون من 3 محاور وتوجه ضربات دقيقة لميليشيات حفتر من حين لآخر، مضيفا في الوقت ذاته لليبيا الأحرار أن سلاح الجو يواصل ضرباته على ميليشيات حفتر ومخازن الذخيرة، وأنهم في انتظار تعليمات من غرفة العمليات لاقتحام المدينة وفق قوله. ومنذ سيطرة قوات حكومة الوفاق على مدن ومناطق الساحل الغربي، لجأت الأخيرة إلى استخدام استراتيجية تشتيت الميليشيات من خلال فتحها لمحاور جديدة واستهداف خطوط إمدادها، الأمر الذي أربك قادة الميليشيات في رسم خططهم، إذ يرى خبراء في الشأن العسكري أن سيطرة قوات الوفاق على سماء المعركة خلال الأونة الأخيرة عزز من قدرتهم القتالية على الأرض وأحبط من قدرة وعزيمة القوات المعتدية ومخططاتهم.